مشاهدينا، وحول المولدات الكهربائية في العراق وأثارها، ينضم إلينا عبر الهاتف عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحييكم دكتور. أزمة الكهرباء أفرزت ظاهرة انتشار المولدات الكهربائية، كيف تنظر إلى هذه الظاهرة ودور الحكومة المفقود لانتشار هذه المولدات الخاصة؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين الكرام. أخي الكريم، بعد 2003 وتدمير المنظومات الكهربائية لجأ أغلب السكان إلى المولدات الكهربائية الصغيرة، سواء التي تعمل بوقود البنزين أو بوقود الغاز. ولكن عبر مراحل أخرى تم استغلال هذا العمل من قبل تجار الحروب بإنشاء مولدات ضخمة للأحياء السكنية، سواء في بغداد أو في المحافظات الأخرى، وانتشرت بشكل، وأصبح هناك من المستفيدين سواء في الحكومة أو من خارجها من تجار المآسي الذين يكسبون على حساب مآسي شعبنا وحالة الظلم الواقع عليهم. فأصبحت هذه المولدات هي المولدات البديلة عن الكهرباء التي تسمى الكهرباء الوطنية، أو الكهرباء التي تنتج من محطات الحكومة. لذلك لا يوجد أي بديل آخر بالنسبة للسكان سوى اللجوء إلى هذه المولدات التي تستغل حاجة المواطن في رفع أسعارها، مما يجعلها تشكل ثقل على كاهل المواطنين في حالة سواء المصاريف الشهرية أو وخاصة أصحاب الدخل محدود. لذلك لا يوجد أي عمل حكومي من أجل تطوير البنى التحتية للكهرباء. وكما هو معلوم أن الكهرباء العراقية قبل 2003 كان ينتج ما يقارب من 36 ألف كيلو واط كما تسمى في القياسات الكهربائية، ولكنها انخفضت بشكل كبير بعد الاحتلال. وأيضا خلال هذه الفترة التي ما تقرب من 20 سنة قد توسعت المدن بشكل كبير وانشطرت كثير من العوائل وتوسعت هذه الأحياء السكنية، مما يجب العمل بشكل كبير على مواكبة هذا الزخم الكبير من التوسعة في المدن. لكن لنتفق لنتفق أن هذه المولدات الخاصة تحل مشكلة وأزمة في العراق، لأن الكهرباء الوطنية غير موجودة. ولكن السؤال هنا، كيف ترى دور الميليشيات في السيطرة على ظاهرة المولدات الخاصة، وكيف تعكس حجم الفساد المستشري في ملف الكهرباء، خصوصا أنها أصبحت مهنة تدر الملايين على أصحاب المولدات؟ نعم، هذه هي المشكلة. الآن بعد ظهور هذه الميليشيات أصبحت هي صاحبة هذه المولدات، وأصبحت هذه الأرباح تأتي لأصحاب المولدات، والحكومة غائبة في إنشاء المحطات الوطنية. وعليها أيضا ضغوط سواء من إيران التي تصدر لنا الكهرباء بأسعار مضاعفة عن الأسعار العالمية ولا نحصل منها على شيء، ولكنها تكسب المليارات منها. أما في الداخل فأصبحت هذه المولدات مصدر لهذه الميليشيات لتغذية أعمالها ورواتب منتسبيها الآخرين، الذين بالرغم من حصولهم على مرتبات شهرية مما تسمى الحشد الشعبي أو غيره، إلا أن ذلك يدر عليهم بمئات الملايين. لأن هذه المولدات لا يمكن أن تحل مشكلة كبيرة بالنسبة للعراق، ولكن لا بديل لذلك، لأن الحكومة أو وزارة الكهرباء لم تقم بتغذية أو إنشاء محطات كهرباء وطنية تواكب الحالة التي يحتاجها العراق. العراق اليوم بحاجة إلى ما يقرب من 50 ألف كيلوواط، وكانت الدولة أو وزارة الكهرباء أو وزارة الصناعة والمعادن التي كانت قبل 2003
إنها توفر من شهر الثامن إلى شهر 12 القيام بصيانة هذه المحطات المركزية والأعمدة الناقلة لها، وتضيف إلى ذلك محطات جديدة من أجل مواكبة التوسعة الحاصلة في المدن أو في القصبات الأخرى. وهو ما لا يحدث حاليا، لا صيانة ولا متابعة ملف الكهرباء. ولكن في الحديث عن المولدات الخاصة، كيف ترى تحول قضية المولدات الخاصة من حل أزمة الكهرباء بشكل مؤقت إلى أزمة اقتصادية وبيئية مزمنة تهدد صحة المواطن واقتصاده؟ هذه الحكومة والحكومات التي قبلها لن تهتم أبدا لا للبيئة ولا صحة المواطن، وهذه المولدات تدفع أو تنبعث منها كميات هائلة من الدخان الأسود والتي يؤثر على صحة المواطن، ولكن الحكومة تخضع لأجندات سياسية أصبحت الكهرباء مشكلة سياسية. نعم. لذلك هذه المولدات أصبحت مصدر رزق لكثير، سواء هم في الحكومة أو في الميليشيات. لذلك الحكومة لا تقوم بأي عمل يعتبر من ضمن واجباتها لإلغاء هذه المولدات والعمل على تشغيل محطات وطنية كبيرة من أجل الحفاظ على البيئة ومن أجل الحفاظ على صحة المواطن. الحكومة لا تقوم بأي عمل خلال هذه الفترات، ولم يبقى أمام المواطن إلا الخضوع إلى هذا الاستغلال الكبير الذي يقوم به أصحاب المولدات الخاصة. نعم. الذي يقومون بتغذية الدور السكنية عبر أمبيرات بسيطة لا تشغل حتى كل الأجهزة. صح. ولكن المواطن ليس بيده حيلة في مواجهة هذا الأمر في غياب أي عمل حكومي لإنقاذ. نعم. البلد أو لإنقاذ قطاع الكهرباء. تمام دكتور. هنا قناة ABC الأمريكية تقول أن انتشار ظاهرة المولدات الكهربائية في العراق تمثل انتحارا في البلاد، وفي الوقت الذي يبحث فيه أو تبحث فيه دول العالم عن الطاقة المتجددة والنظيفة والتخلص من الانبعاثات الكربونية، العراق اليوم فيه سحابة سوداء من جراء الملوثات. لماذا لا يتم حل هذه المشكلة بشكل جذري مع ما يصل له اليوم العالم من تلوث وارتفاع نسبته؟ أخي الكريم، من يتصدر القرار السيادي والسياسي في العراق ليس بالمستوى الذي يفكر بهذا التفكير لإنقاذ شعبه. هم مجموعة فاسدين ولصوص جاءوا لتقاسم المغانم. لا. لن يفكر أحدا منهم أبدا في إنتاج الطاقة النظيفة وما وصل إليه العالم اليوم من استخراج للطاقة عبر حتى تجهيز مناطق معينة بهذه القمامة أو ما يسمى هذه الإنتاج الكهرباء كما فعلت البرازيل وغيرها. هؤلاء لا يفكرون إلا سوى بمصالحهم الشخصية. أما العراق يمتلك من الإمكانات لاستخراج للكهرباء الكثير، منها مثلا المحطات الغازية. العراق موجود لديه الغاز الذي يحرق يوميا ويهدر دون أن تقوم هذه الحكومة وتكلف نفسها بإنشاء محطة كهربائية. وعندما تتحدث مع أي مسؤول في الكهرباء يقول لك إن الأمريكان لن يسمحوا لنا بذلك. تمام. أو إن الإيرانيين لن يقبلوا بذلك وسيفجروا أي محطة نقوم بها. لذلك هذه الحكومة لا تملك أي قرار في صناعة الكهرباء، لا النظيفة ولا الغازية ولا التي تعتمد على الوقود من المحطات الكبيرة الكبرى التي كانت معزولة عن المدن والتي كانت تولد الكهرباء، إضافة إلى دكتور. توليد الكهرباء من السدود. هناك في العراق سدود كثيرة كانت تولد الكهرباء، ولكن تم هدر الماء باتجاه الخليج العربي دون أن تعمل هذه السدود ولو على إنتاج كمية بسيطة لتكفية المدن القريبة منها. نشكركم. نعم. الشكر الجزيل. نعتذر لضيق الوقت الدكتور يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. شكرا جزيلا ونعتذر لضيق الوقت.